انتقلت البطولة من شهر يناير إلى شهر 6. قبل بس ما أتكلم على البطولة الإفريقية، عايز أقول لحضراتكم الخبر الأهم أو الخبر الأبرز. زي ما حضراتكم عارفين، امبارح كان هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي. بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي صدرت بعض القرارات أو بيان، الحقيقة كان شارح وواضح ومفصل لكل الأحداث التي حدثت خلال هذه السنة الاستثنائية اللي كلنا زهقنا من هذه الكلمة، ولكن هي بالفعل سنة استثنائية. بعد صدور هذا البيان، الكل الحقيقة أصبح ينظر للنادي الأهلي. إيه اللي عمله النادي الأهلي ده؟ النادي الأهلي وضع الجميع أمام الحقيقة، الحقيقة الصعبة، الحقيقة المرة. الكل دلوقتي ينتظر القرار من اتحاد كرة القدم، بعدما أن كان هناك اجتماعات طوال اليوم النهاردة منذ الصباح الباكر وحتى منذ قليل، ولكن اجتماعات مع رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب ومع وزير الشباب والرياضة، أو في حضور وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أيضا مع رؤساء بعض الأندية الأخرى. وكان بعد هذا الاجتماع الحقيقة وبعد هذه الاجتماعات طوال اليوم، كان من المفترض أن يكون هناك قرار للاتحاد المصري لكرة القدم أو بيان يوضح فيه ماذا حدث في هذا اليوم الطويل جدا منذ الصباح الباكر، ولكن تم تأجيل اجتماع اتحاد كرة القدم حتى صباح غدا إن شاء الله أو لغاية بكرة. على فكرة ممكن يقول الصبح وبعدين نلاقي القرارات بالليل، ده اللي هنشوفه بكرة. من المفترض أن تكون هناك غدا قرارات بالنسبة للاتحاد المصري لكرة القدم، يعني كلام بيطلع من الاتحاد موجود على المواقع وموجود في كل حتة وموجود بقى من مصادرنا داخل الاتحاد، كلموا على أن هناك اتجاهين. الاتجاه الأول وهو أن المهندس هاني أبو ريدة يستطيع تعديل، إن استطاع أن يعدل من القيد الإفريقي بعلاقاته الدولية الكبيرة المهندس هاني أبو ريدة، من الممكن أن يتم التأجيل لما بعد كأس الأمم الأفريقية أو نهاية كأس الأمم الأفريقية، لأن القيد الإفريقي هو المشكلة الكبيرة جدا التي ستواجه الأربع أندية التي ستلعب في البطولة الإفريقية في العام القادم، اللي هو العام الحالي، يعني بدايات الموسم القادم. أما الاقتراح الثاني وهو ما أقره النادي الأهلي بأن تنتهي البطولة خلال قبل يوم 30/6 إن شاء الله تكون انتهت بطولة الدوري، بأن يلعب الجميع بدون الدوليين بما فيهم النادي الأهلي. بالمناسبة النادي الأهلي هيلعب بدون الدوليين لو أقر هذا الموضوع. ده اللي هنشوفه بقى أو ده اللي هيحصل خلال الفترة القادمة. بكرة إن شاء الله من المفترض أن احنا نعرف كل هذا الكلام، إيه اللي هيحصل من اتحاد كرة القدم وقرارات اتحاد كرة القدم. ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله من خلال الاجتماع اللي هيعقده الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن بعده سيصدر بيان أو قرارات. هنشوف بقى إيه اللي هيحصل بكرة إن شاء الله. طيب خلينا بقى نرجع لكان 2019 وهذه النسخة المميزة والنسخة المفضلة إن شاء الله ستكون أفضل نسخة من نسخ البطولات الأمم الأفريقية. مصر ستنظم هذه البطولة إن شاء الله بشكل رائع وبشكل جميل، ده على عهدة المهندس هاني أبو ريدة. و